وللمزيد من التفاصيل والمتابعة، إذن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. أستاذ عصام، بعد التحية، كيف تابعت هذا الخبر؟ خليني أقول لك، الخبر دلالة قاطعة على نجاح الحوار الوطني، ودلالة قاطعة على توافر إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لحل مشكلة الحبس الاحتياطي. سرعة استجابة سيادة الرئيس لتوصيات الحوار بتأكد عزم الدولة المصرية على الاشتباك مع كافة القضايا الحساسة. نعم. وكافة القضايا محل اهتمام الرأي العام المصري. إشارة سيادة الرئيس بليلة الالتزام بالدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد الرغبة في تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، خاصة وإنه سيادة الرئيس أشار لنقطتين غاية في الأهمية. الأولى هي الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي. نعم. تستلزمه ضرورة التحقيق، وده مهم جدا للقانونيين العاملين في نطاق المحاماة، لأنه إحنا مش عندنا أزمة بس في الحبس الاحتياطي وفي مدد الحبس الاحتياطي، لكن عندنا أزمة كمان في إساءة استخدام الحبس الاحتياطي في بعض الأوقات أو تجاوز المدة بتاعته لما الرئيس. وهذا ما جاء في الخبر دون أن يتحول لعقوبة. أشكرك. يعني الرئيس ما كانش بس بيتكلم على الإحالة أو الاستجابة السريعة لما نتج توصيات عن الحوار، لكن كمان أكد على إنه الحبس الاحتياطي إجراء وقائي مش عقوبة، وأشار سيادته كمان إلى بدائل الحبس الاحتياطي اللي يمكن تفعيلها في المرحلة القادمة، خاصة وإن هي بتتضمن ثلاث بدائل يمكن تطبيقهم، إنه المتهم لا يغادر مسكنه أو موطنه، إنه المتهم يعني يذهب إلى قسم الشرطة يوميا، أو إنه يمتنع من الوصول إلى أماكن محددة عدم ارتيادها. أنا أتصور إنه سرعة الاستجابة أمر جيد وأمر محمود وتذكر عليه القيادة السياسية في الوقت الراهن، خاصة وإنه البرلمان في الوقت الراهن بيناقش مشروع متكامل للإجراءات الجنائية بما فيها الحبس الاحتياطي، وحتكون التوصيات محل نظر السادة النواب، ونأمل إنه هذا المشروع بالكامل يكون قانون إن شاء الله في أكتوبر القادم. نعم. طيب، أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، ماذا تعني أو كيف من الممكن تفعيل هذا الأمر؟ القاعدة العامة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانة، وفي ظلم شديد بيقع على المواطن لما بيتم حبسه ثم يتم تبرئته، خاصة وإنه بيتم الإساءة إليه في كثير من الأحيان. التوصيات كانت بتكلم عن التعويض المادي والتعويض الأدبي. التعويض المادي هيتم في إطار حساب اليوم باليوم اللي تم حبس فيه المواطن، وفي اقتراحات أخرى كمان إنه بعدد الساعات اللي تم حبسها ويتم تعويضه عنها ماديا. الأمر ما توقفش عند كده، الأمر كمان امتد لأول مرة إلى التعويض الأدبي، إنه المواطن يعود إلى عمله مرة أخرى، إنه يتم نشر أخبار في جريدتي وساعتي الانتشار يتقال فيها إن الرجل حصل على البراءة، لأنه في كثير من الأحيان المتهم بيساء إليه في الإعلام، وتقعد الإعلام والصحف تتكلم عنه أسابيع وأشهر في بعض الأحيان على إنه هو ارتكب جريمة ثم يتم تبرئته ولا يشعر بها أحد. هيبقى مهم جدا في جبر الضرر في التعويض الأدبي والمادي، إنه ترد إليه كرامته ويتم تصحيح الصورة الذهنية لدى المواطنين تجاه هذا المواطن اللي تم حبسه حبس احتياطي بدون وجه حق. نعم، كل من شارك في الحوار الوطني فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا الحبس الاحتياطي، كيف من الممكن أن نصف ردود الأفعال الخاصة بهم، وخاصة أن هذا الأمر استغرق الكثير من المناقشات؟ خليني أقول لحضرتك أنه إحنا في مناقشتنا في الحوار الوطني تميزت بالاحترافية، تميزت بالوطنية، تميزت بالرغبة في تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، الرغبة في حل أزمة الحبس الاحتياطي. ده خد مننا مجهود كبير، وكانت الجلسة الأخيرة هي جلسة قاطعة على الرغبة الحقيقية لدى المشاركين في الحوار من أقصى اليمين لأقصى اليسار، كل التيارات السياسية، المنظمات الحقوقية، منظمات المجتمع المدني، الخبراء القانونيين، الكل أجمع على أن احنا نخفض مدة الحبس الاحتياطي. وحسنا إشارة الرئيس إلى تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وحسنا فعل التوصيات الحوار الوطني بأنها يعني انتهت لتقليل مدة الحبس الاحتياطي. والحسن الطالع أن مشروع القانون اللي بيناقشه البرلمان اليوم هو كمان تضمن نص واضح
بتقليل مدد الحبس الاحتياطي بشكل جيد وبشكل يتناسب مع المواثيق والاتفاقيات الدولية اللي وقعت عليها الدولة المصرية. نعم، أرجو أن تبقى معنا أستاذ عصام حتى نطالع سويا هذا الخبر العاجل، حيث تلقى مجلس أمناء الحوار الوطني بكثير من الاعتزاز والتقدير الاستجابة العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني والخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وكذلك توجيه سيادته بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها. يتقدم مجلس الأمناء بالشكر للرئيس لدعمه الكامل للحوار الوطني واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة وثقته بأن جميع التوصيات المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. يتطلع مجلس أمناء الحوار الوطني من جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ولوضعها موضع التطبيق. مرة أخرى مشاهدي الكرام إلى حضراتكم هذا الخبر العاجل، حيث تلقى مجلس أمناء الحوار الوطني بكثير من الاعتزاز والتقدير الاستجابة العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني والخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وكذلك توجيه سيادته بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها. يتقدم مجلس الأمناء بالشكر للرئيس لدعمه الكامل للحوار الوطني واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة وثقته بأن جميع التوصيات المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. يتطلع مجلس أمناء الحوار الوطني من جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ولوضعها موضع التطبيق. نعود مرة أخرى مشاهدي الكرام ونرحب مرة أخرى بالأستاذ عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. أستاذ عصام، عذرا على المقاطعة، لكن هذا الخبر العاجل ربما كان فيه الكثير من الردود عن السؤال الذي كنا نتناقش فيه عن ردود أفعال كل من شارك في موضوع الحبس الاحتياطي من أعضاء في الحوار الوطني. من المؤكد أن استجابة سيادة الرئيس أسلجت السرور، وانا اتصور انها نقله نوعيه غير مسبوقه. استجابه السيد الرئيس لتوصيات الحوار بهذه السرعه الشديده، واحنا كممثلين للحوار وممثلين للمجتمع المدني المصري يعني بنقدر هذه المبادره وبنقدر هذا التدخل وبنقدر استجابه الرئيس وتوصيته للحكومه مباشره بالاشتباك مع هذه التوصيات وإحالتها إلى المجلس إلى البرلمان لنظرها مع مشروع القانون، خاصة وإنه في استجابة الرئيس لم يقف الأمر على استجابة التوصيات، لكن أشار إلى نقاط غاية في الأهمية، وأهم هذه النقاط اللي حتى خلى منها بيان الحوار هو جبر الضرر. فهناك تفهم شديد من جانب الدولة لأزمة الحبس الاحتياطي في الوقت الراهن، ورغبة شديدة لحل هذه الأزمة، ورغبة شديدة للالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، لأن كل ما يتم من تحسن في حالة حقوق الإنسان في مصر بيحسن صورة مصر في الخارج، خاصة وإن احنا هنقدم اليو بي آر في يناير القادم، ومن المهم جدا إن احنا نذهب إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي ومعنا قانون جديد للإجراءات الجنائية، وتكون تم حلحلة أزمة الحبس الاحتياطي بشكل جدي وشكل فعال، والأمال معقودة على تدخل سيادة الرئيس ولجنة العفو وعلى تدخل سيادة النائب العام في إنهاء هذه الأزمة أو الحد منها قدر المستطاع في المرحلة القادمة. نعم، توصيات الحوار الوطني لها مكانة خاصة ودائما ما يكون لها مردود عند سيادة الرئيس، وبإحالة هذه التوصيات حتى تكون موضع تنفيذ. إلى أي مدى تبعت هذا الأمر، وإلى أي مدى رأيت السرعة في الاستجابة لهذه التوصيات بشكل عام، ليس عن الحبس الاحتياطي فقط؟
خلينا نتفق على أنه سيادة الرئيس هو من دعا إلى الحوار الوطني، وهو من أكد أن توصيات الحوار الوطني سوف تكون محل تقدير من الدولة المصرية ومحل التزام شخصي من سيادة الرئيس. إحنا كنا مدركين منذ اللحظة الأولى أن الحوار الوطني هو لكل المصريين، لأن إحنا شفنا من أقصى اليمين لأقصى اليسار شارك في الحوار كل الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، المنظمات الحقوقية، الفاعلين في المجتمع، الإعلام، كافة طوائف المجتمع شاركت في الحوار الوطني، طرحت قضاياها بشكل كبير جدا. القضية الأولى اللي كانت بتشغل غالبية المشاركين في الحوار الوطني كانت قضية الحبس الاحتياطي. اهتمام الدولة بمتابعة مخرجات الحبس الاحتياطي والالتزام بتنفيذها وإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم، كل ذلك يؤكد توافر إرادة سياسية لدى الدولة المصرية للاهتمام بكافة القضايا التي تهم الرأي العام المصري ورفع المعاناة عن المصريين، خاصة وإنه قضية الحبس الاحتياطي لامست كثير من الأسر المصرية يعني، وتسببت في ألم لبعض الأسر. الاهتمام الدولة إنها تعوض تعويض مادي وأدبي، أنا أتصور إنه إجراء غير مسبوق ونقلة نوعية غير مسبوقة، والأمال معقودة على إنه الجهات الإدارية تلتزم وتكون قادرة على إنها تنفذ بدائل الحبس الاحتياطي يعني. وده معناها ان احنا محتاجين ندعم الشرطه المصريه بشكل كبير. لكن عذرا على مقاطعه استاذ عصام، نحن نتحدث عن بدائل الحبس الاحتياطي لكنها ليست الاجراءات الوحيده، يعني من الممكن ان يكون هناك حبس احتياطي ومن الممكن ان يكون هناك بدائل على حسب الحاله. خلينا اشكرك، خلينا نتفق على انه لا توجد دوله في العالم لا يوجد بها حبس احتياطي. حبس الاحتياطي اجراء مهم وتستلزمه يعني التحقيقات النيابة العامة، تستلزمه نظر القضايا، وفي كثير من الأحيان النيابة العامة أو القضاء ليس فقط لا يصدر أمر بالإفراج في الحبس الاحتياطي، لأنه بيحصل في بعض الأحيان أولا أنه المتهم ممكن يأثر على الشهود اللي موجودين خارج المحكمة، ممكن يدخل في تفاهمات مع بعض المتهمين فيغير في الأحوال ويغير في الأدلة المادية الخاصة بالقضية، يمكن للمتهم أن يؤثر على المجني عليه نفسه ويجبره على أنه يتصالح في القضية أو تعديل شهادته. في بعض القضايا زي القضايا المرتبطة بالقتل العمد مع طبق الإضرار والترصد المرتبطة بالثأر، النيابة العامة أو المحكمة لا تفرج على المتهم نفسه ذاته، لانه في خوف على المتهم، لانه لو تم الافراج عنه اسره القتيل بتاخذ بالطار. ففي كثير من الاحيان المحكمه او النيابه لا تفرج في قضايا في اتهامات في قضايا محدده، لكن اغلب القضايا اللي احنا بنتكلم عليها عشان اكون امين مع حضرتك هي القضايا المتعلقه بحريه الراي والتعبير، هي المتعلقه بالبعد السياسي، هي القضايا البسيطه التي لا تتعدى فيها العقوبه سنه. كل ده احنا بندور فيها على بدائل، مش بدائل بس، فلسفة العقابية اللي بتنتهجها الدولة في الوقت الراهن هي الحد من العقوبات السالبة للحرية. احنا بندور على انه الناس ممكن تدفع غرامات لكن ما تحبسي، انه يقدم خدمة عامة في دور المسنين، في دور الايتام. احنا بنشوف في اعتى الدول الديمقراطية انه هما بيجبروا البعض على انه يقوم بالخدمة العامة في نظافة الشوارع او نظافة الميادين. احنا محتاجين ان احنا نغير من الفلسفة العقابية، وده توجه محمود للدولة المصرية في الوقت الراهن، الحد من العقوبات السالبة للحرية في اتجاه عام، الحد من العقوبات السالبة للحرية والحد من الجرائم اللي بتعاقب بعقوبة الإعدام، وجعلها على القضايا الأشد خطورة على المجتمع. احنا في ثورة تشريعية بفلسفة جديدة تتوافق المواثيق والاتفاقيات الدولية اللي الدولة المصرية صادقت عليها. أستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.